قائد القوات البرية يزور قيادة عمليات الجزيرة للاطلاع على الوضع الأمني واستعداده القتالي وجاهزية القطعات. قيادة عمليات ميسان تلقي القبض على 3 متهمين بتهم مختلفة ضمن قضاء المجر الكبير وناحية العدل، حيث تم تسليمهم إلى جهة الطلب. بعملية نوعية وبكمين محكم، أبطال فرقة المشاة السادسة يتمكنون من قتل عنصران من عصابات داعش الإرهابية، أحدهم والي شمال بغداد ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة. قيادة عمليات سامراء تشرف على أكمال النقاط الحصينة النموذجية للفوج الرابع لواء مغاوير القيادة من أجل تقديم أفضل الأمور الإدارية للمقاتلين. فرقة المشاة الخامس عشر تواصل عملياتها للقضاء على الإرهاب، حيث أسفت عن ضبط كتس للعتاد تم تفجيره من قبل أبطال الجهد الهندسي.